فاصلة بين غزة وإسرائيل. ينضم إلينا من على حدود قطاع غزة على الجانب الإسرائيلي موفد بي بي سي عصام عكرماوي. يبدو أن الاشتباكات في تصاعد، ما الجديد عصام؟ نحن هنا نقف في هذه المنطقة حمدان، من خلفنا ربما تستطيع أن ترى خلف هذه الحقول وهذا الساتر الترابي هناك سيارات ومركبات لمتظاهرين جاءوا من قطاع غزة منذ ساعات الصباح الباكر إلى هذه المنطقة. في هذه المنطقة التي نحن فيها لم نسمع أصوات إطلاق رصاص أو ما شابه، لكن كما ذكرت هناك أنباء عن إصابات في أماكن متفرقة. هناك أكثر من منطقة تجمع للمتظاهرين جاءوا إليها من هنا. على الجانب الإسرائيلي هناك استعدادات اتخذها الجيش الإسرائيلي تحسبا من اختراق منطقة الستار أو الجدار الذي يقع على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل. ينضم إلينا الآن أفخاي أدري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. أفخاي، سمعنا أن هناك اشتباكات وإطلاق غاز مسيل للدموع في بعض المناطق ووقوع إصابات بين المتظاهرين، ما هو الجديد بالنسبة لك؟ أولا، هناك 17,000 تقريبا فلسطيني يشاركون في هذه الأعمال الشغب. قوى جيش الدفاع وهي قوات معززة في هذه المنطقة من قناصة وكلاب مدربة وقوات أخرى تواجه كل من يحاول إما الاقتراب والمساس بالجدار الأمني وإما اختراق الحدود الإسرائيلية. نحن نرى أن حماس الآن ترسل النساء والأطفال في مقدمة المشاغبين، وننتهز للفرصة ونحذر من هذه من خطورة هذا الحادث. نحن ليست لدينا أي مشكلة مع سكان قطاع غزة، المشكلة هي من يحاول خرق السيادة الإسرائيلية أو التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية أو المساس بالجدار الأمني. من يشارك بالفعاليات والمهرجانات وكل ما يجري هناك، نحن نسميها مسيرة الفوضى، ولكن كل واحد وشعاراته يتمكن من إحياء ما يريد، ولكن من يحاول اختراق الحدود الإسرائيلية أو المساس بالجدار الأمني يعرض حياته للخطر. لذلك نشرنا مناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نحذر من هذا ونحذر من محاولة حماس إرسال النساء والأطفال في مقدمة المشاغبين. هذه أعمال عنف، أعمال شغب عنيفة. المنظمين تحدثوا عن مسيرات سلمية لا عنفية، قالوا إنها تهدف إلى تسليط الضوء على محنة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحصار، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا، وأنهم لا يخططون لحدوث اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. هناك أيضا اتهامات الجيش الإسرائيلي بأنه ربما يستفز هؤلاء الناس من أجل جرهم إلى مواجهة. هل لديكم تصور واضح في هذا الشيء؟ نحن نشرنا قواتنا على طول الحدود استعدادا لكل السيناريوهات. نحن نريد أن تبقى الأمور هادئة، ولكن عندما هناك شبان أو هناك محردين يذهبون إلى الجدار ويحاولون خرق السيادة الإسرائيلية أو المساس بالجدار الأمني فعندئذ يستهدفون. نحن ليست لدينا أي مشكلة مع سكان قطاع غزة، نحن يعني نتابع أودائهم ونتابع ما يجري في قطاع غزة، ونحن نعرف أن كل أزمات قطاع غزة نابعة من فشل حماس في إدارة شؤون قطاع غزة، من فشل حماس بإدارة كل ما يجري هناك المواضيع وكل الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات. ربما يجب أن تكون للطرف الثاني لحماس ويطالبون منهم استرجاع كل مستحقاتهم التي يستثمرها في بناء الأنفاق وبناء الصواريخ وكل ما تقوم به حركة حماس. نحن من جانبنا نقول نحن منتشرين، نحن جاهزين، اتخذنا كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة السد أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية وخرق الحدود الإسرائيلية. من يريد أن يتظاهر فليتظاهر، ولكن من يريد أن يمس بالبنية التحتية الأمنية أو يخترق الحدود الإسرائيلية فهذا خط أحمر، لن نسمح بذلك. أخيرا، الأنباء تحدثت عن مقتل مزارع وإصابة شخص آخر. عائلة المزارع تقول أنه كان يعمل في أرضه وأنه لم يحاول اختراق الجدار، ولكنه عامل زراعي كان يعمل في أرضه. هل لديكم أي معلومات بشأن هذا الحادث؟ نحن سمعنا هذه التقارير وهذه أيضا الروايات، ونحن يتم فحصها بعد ذلك، ولكن في نهاية المطاف نقول هذه المنطقة منطقة الجدار، والاقتراب من منطقة الجدار كأنها ساحة قتال. في هذه الأيام بالتحديد عندما نرى كل هذه الدعوات وكل هذه النداءات من حركة حماس والتشجيع من قبل حماس والجهاد وكل هذه المنظمات الإرهابية لاختراق الحدود الإسرائيلية، فعندئذ
نقول من يقترب من الجدار يعرض حياته لخطر. نحن نتمنى أن تبقى الأمور هادية ولن تخرج عن السيطرة، ولكن نحن جاهزون هنا لسد أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية، ونحن ندعو الجميع إلى عدم الاقتراب وإلى عدم الانسياء إلى كل من يحاول التحريض ودعوة الناس والنساء والأطفال للاحتكاك مع الجيش والاقتراب من الجدار وخرق السيادة الإسرائيلية. شكرا. هذا هو الوضع الآن في هذه الساعة، سنوفيكم خلال الساعات المقبلة بالمزيد من التقارير إذا كان هناك مستجدات على هذه الساحة. نعود إليكم في لندن الآن. حمدان عصام كريماوي من